تراقبها، وقد رددها السيد الصدر لأكثر من مرة، جعلوه يعتقد ويؤمن إيمانا مطلقا بأنهم يسعون إلى قتله. ما بدد أحد هذا عند السيد الصدر، ومن هو المستفيد من قتل الصدر الذي رددها حتى اليوم؟ بمعنى أنه مؤمن أن أخوته صاروا أخوة يوسف ويريدون قتله. ليش وصلوا وصلنا لهذا المستوى، وصلتم لهذا المستوى؟ اسمع من عندي، اسمع من عندي بهذا المعلومة. ثق واعتقد، المتواجدون هسه هم ما أقول إن كلهم أو هنا عم هنا نعم، أني أخوف ما أخاف على السيد الصدر، الله شاهد، من اللي حوالي. هذا واحد. اثنين، ثق واعتقد، ثق واعتقد الآخرون لا يريدون أن يقتلون الصدر، ونتمنى من السيد الصدر أن لا يكرر هذه الكلمة. ليش؟ لأن بقتل الصدر سوف تراق دماء ما بعدها دماء، ولن يقبل أحد من ها. وبالمناسبة مو بس دماء، ضياع الجميع، أخذها من عندي هاي، ضياع الجميع بهذا التصرف، لأن فوضى يا أهل القسلاح، وهذا من هذول، هذا من هذول، هذا من هذول، وصير تصفيات على الهوية، على الاسم، على الكرة، هذا أخو فلان، هذا أخو كذا، والطب كل المؤامرة، كل المؤامرة تدخل، المؤامرة مال الداعش اللي وصلت على تخوم بغداد، أقسم بالله الطب من زاخو لحد الفاو، ولن يقبل أحد. بالعكس، أصلاً إحنا نطلب من الصدر، السيد الصدر، أن لا يكرر هذه العبارة حتى لا يعطي للمنافقين والمارقين والقتلة والمجرمين وأعداء العراق من الداخل والخارج أن يسمحوا لهذه المؤامرة أن تمرر. لن يسمح أحد بقضية يا أخي. إذا تتحدثون عن المؤامرة، فأنت تتذكر ما الذي حصل مع السيد الصدر بعدما كان الكتلة الفائزة الأولى، وعندما طرح مشروعه في إنقاذ وطن، الدنيا قامت عليه وما قادت. إذن شنو ذنب هذه العائلة كلها يجب أن تقتل؟ لا لا لا، مرة تقتل في نظام ديكتاتوري، ومرة يقتلونها أخوان يوسف. زين ليش؟ يعني ماكو حكيم بهذا البلد؟ جتك رسالة؟ اسمع مني، اسمع اسم لا 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 اسمع مني هنا. أنا شوف هاي الراد لها مو أنا بوعد في الوقت ما عندي دقيقة بعد. أنا شوف ما تنفع الدقيقة، بس راح أتكلم على عجالة. أي الدستور هو اليوم الضامن والحافظ لوحدة وسلامة العراق، سواء رضينا أو ما رضينا. أنا بالمناسبة ما قابل لهذا الدستور، وأنا بالمناسبة أنطيك إياها، أنا في وقتها من طلعت بعض الإشكالات ما رح صوتت على هذا الدستور، احتاطيت، قلت ما طول دستور دنيوي، خلي نشوف شنو أموره ونعمل بيها، مو كتاب منزل من الله، الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن ناسخ ومنسوخ. فكيفما دستور كتب بأيدي طائفية قومية، أقصد طيف طائج اجتمعت بها الطائفية والقومية، واجتمعت بها المحب، واجتمعت بها النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والمنطق والعقل يقول لا يمكن أن يجتمعون، اجتمعوا. فأكيد 100% المخرجات بعضها سيء، مو كل الدستور، لا بعض الفقرات. فأنا قلت يا أخوان، أنا ما أؤمن بقضية إنقاذ وطن، لأن الأدوات والأسماء والمسميات مع احترامات للبعض لا ينقذون الوطن، المتواجدين بالعكس خراب الوطن بهذا الموضوع. زين بهذا الإنقاذ أنا أعتقد هو أقرأ سورة الفاتحة على الوطن.